السلام عليكم، صبحكم الله بالخير. مرحبا ومسهلا بالجميع. انا اللي شفتوني مترط من هاللون ادروا ان الدعوة بها حراج، ادروا الدعوة بها بيع مشترى. تلقوا لقطوني لقطو اليوم. طول الله اعماركم، احنا بمدينة العام ببريدة. اي بالله، نبي سوق قلبل ما شاء الله تبارك الله. طبعا انا اول ما قلنا ما شاء الله تبارك الله، انا اعتبر ان الحركه هذه قويه ما شاء الله عند الاسواق اللي اجيها. الله يبارك توسطنا الديار، الله يبارك لهم وبها من كل على قولتهم بد ما شاء الله. هذولي وصلنا على 306، هذولي ها 4350 ما شاء الله تبارك الله. الله يرزق المسلمين، الله يرزق المسلمين قوة حشر. الله يبارك ما شاء الله، ذي كلها ترغي لين وجهت ترغي. ويسي ما يدري ان كل ابوهني بيروح السكين. الله لا يبلى اخي، دايم بالاسواق يضيعون بعضهم الشلل. اقول لي راح يحسبونك بعير الحين يجلبونك انت بحالك. خلك حولنا، عطني يدك يا رجال امشي. يجلبونك الحين والله منين ابوك. هذا زول الشرطيه تشوفونه مبين يا رجل. هذا حراج مستخدم هذا. أيوه. وهذا لا، هذا هو لا انا اعلمك، هذا فايده التيوس. هذا فايده التيوس، هذا نمت بالغماره قعدت. وين احنا؟ هذا اللي جايبنا بعبع. هذا احنا بمدينه بعبع. ترى هذا فايده التيوس. دقيقه، ايش تقول؟ ايش تقول؟ عدا والله عدا. اقول نايم. ايوه وبعدين يوم جيت بهذا اسمع والله عدا اسمع ارفع صوتك نص السناب. اسمع يلا امشي وين؟ قدامنا يلا، احنا نختار لك الماركة. يلا روح الماركة، يلا روح نختار لك ماركة. موجودة موجودة الماركة يا خالتي. تبي ماركة انت؟ ها موجودة بالشبوك اللي ورا هنا. ايه بالشارع يعني بالشارع. ماركتك موجودة ماركة. هذا معز وجاي. وش منا؟ معز وجاي. نبي نعطيها الحين طال عمرك الراي، نبي ابو كاتب اختار لنا طال عمرك النبكار. نبي نشوف وش اختار لنا. يلا انا ما شفت اختار هذه ولا ذا. انت وين؟ لا لا انا ما اخترت هذه، انا اخترت هذه. هذه 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 ايوه هذه. الله عليك. في وقتين تشوف اقصر واحد واختار هذه، اختار هذه. عطني شنبك، عطني شنبك. يعيش والله يعيش. هذا طال عمرك فحص الحين بالسونار. طبعا تفحص اتوقع، والله ما ادري كم يفحصون ابو سلوم. والله ما ادري السوم كم، لكن هذا فحص الارحام. هذا فحص الارحام السونار. سونار طبعا من شان تحرص من ومن العبث حتى سليم. حتى حتى انا العبث موجود الفحص. الله يبارك المسلمين ان شاء الله. هذا سوق مدينة العام ببريدة. اليوم السوق حي ما شاء الله، هو كل يوم ما شاء الله، لكن هذا اليوم كل ما جينا واحد قال ما شاء الله السوق مليان اليوم. هاي طال عمرك اللطمه اللي ما حد يعرفك بها، وكاد ان العقال غبطه. انا ابو سلوم دقين هاللطمه ما حد يمنع. تنكريه تنكريه هذه. بس ترفع صبعك هاللون. اسمع ها، بس ترفع صبعك هاللون. اي 100 100 خمسه خمسه
أنا الآن عند حراج الهرش أبو مشعل السلوم انتحر البل هذيك تجي يبي يفردها الحين الله يقسم لنا إن شاء الله بها النصيب والخير الله كريم ما شاء الله تبارك الله ما شاء الله ما شاء الله هذه ناقة الرجيلي الله يبارك فيها ما شاء الله تبارك الله يا علي مبروك يا ابو سلوم هذه خذاها ابو سلوم وهي بمحلها جابت مكسب 5000 ريال يستاهل ابو سلوم كل خير ما شاء الله لا قوة الا بالله على عريج رفع سمتها المشتراها ب 5000 ريال قال خلها بمحل الله يبارك ان شاء الله يستاهل كل خير هذه نبي نرسلها الحين للجو وهذه لقحة بدر ما شاء الله لا قوة الا بالله هذه ناقة بدر نكمل لها الخمسة طلب خمسة نجيب لها خمسة ان شاء الله بمشيئة الله تعالى ما شاء الله تبارك الله هذا ثاني مزاد نجيها اليوم هذا طال عمركم بسوق عنيزة عند عريق الله يبارك فيها ما شاء الله قبل السلام وقبل الكلام اربع سنين ما شفناك ولا شفتنا الله يبارك الكفرات يدفع اي والله شوف الحين والله العظيم ان اغلى ما شفنا بهالرحله اي والله واعز ما شفنا ما تغلي الا اللي يغليك طورك اي والله والله اول ما جينا بس العيدين والثاني طول والله من طيبك واني شيء بس سبحان الله الجوال موسع عن الصدر وين اشوفك كل يوم مستاسع صدري يا حبيبي والله احس اني شايف قبل نص ساعه شفت انا يمكن ما عندي غير بسنابي لكن انت يا حبيبي انت اللي ما يتابعك والله العظيم انه ظالم الحظ ما شاء الله عليك انت ترجعنا قديم الله يرفع قدرك يا حبيبي والله من ذوقك وطيبك طول عمرك اي والله يا حبيبي ما شاء الله تبارك الله استراحه تغيرت علينا الله يبارك هزات تغيرت نفسيتك يا ولد والله بالحين هالشبه والوناسه ما شاء الله تبارك الله اهنيك يا ابو ركان مبدع يا ابو بدر والله فوق مبدع شفت الجناح هذا هنا طال عمركم غير نقلة نوعية ما شاء الله تبارك الله تستاهل والله كل خير يا ابو ركان ما شاء الله جيت استراحة هنا ما تروح الجهة اليمنى هذه لا الجهة ذي مسميها كوخ الحرية هذه كوخ الحرية بها جلسة صغيرة وبها مشهد صغير وبها جناح غرفة النوم لي اذا نمت في استراحة ذي مع هالأروقة ذي هذه لا مرة شوية ذي هم ذا المجلس السبير والجلس بس هذا انا مسميه كوخ الحرية لاني حاطه على ذوقي انا على مزاجي اللي ترتاح له انت اي يعني ما هو بذوق نجدي ولا هو باوروبي ولا يسمونه فن بوهيمي ذا اللي هو عشوائيه اللي يجوز لك انت حط تلقى قطع نجدي شوف الصحون ذولي مع خشبه مع ما شاء الله ما شاء الله مع يا ولد يعني. نوادر ما شاء الله تبارك الله يا الله يبارك لك يا ابو ركان تسمح لنا ندخل داخل الحين طول عمرك شوفوا تبارك الله مساحه هالاستراحه هذه مخليها تبارك الرحمن أشرح من اللي مساحتها 2000 متر تبارك الرحمن فعلا نكهة تراثية أي والله ما شاء الله لا قوة إلا بالله استغل المساحات بشيء يفتح النفس ما شاء الله يقول هذه مسوية غرفة نوم خاصة له هنا داخل لا ما عليه ما شاء الله هذا المشبحين شغالين به منشب طال عمرك حق 4-5-6 اشخاص خفيف يا سلام ما شاء الله والله هذا
هذا مسجل قديم، هذا وين حيه هذا. المهم يقول قالت ما فيه هلا، هذه بنت مزيون احنا مخطوب، هي مخطوب اي اي، قالت انا ابي فارس. المكان ما فيه الا ثلاث من الف الرئيس عاد اللي ويلي لو اني رابعهم. شوف قالت ابي اسوي لهم اختبار على طول تاخذني. اي والله ما ادري ما ادري انك ما تدري. السلام من قال. المهم قالت ابي شب لي نار، حط خبره حطب عليها، تبي تفحص اي تبدا عليه ماء وهذا وله دخانه. اي قال فليصبر عليه ابا الاول انكتم انكتم وطلع اولهم، الثاني طلع، الثالث لا الثاني صبر عاد لكن ما قدر وطلع، الثالث جمد كاتم اليوم ما كتم بلوه. اي قالت انا ابي الاول اللي طلع على طول، اول واحد طلع انا بيه هذا. انت تدري الحين وضعك الحين مثل الثالث؟ لا والله انت اللي وضعك، قمت تهرب من هنا لهنا. انا هربت تشوف؟ ايه هو ما هو ما تبي اللي يصبر على الضيف. ايه يصبر على الضيف، تبي حر ينط، تبي حار رجال حار. اي والله اي ما له شغل هذا، مثل اللي طال عمره اشوف الدخن عليك. ما يمي شفناه. ارمى جواله خلص، ها ترى هو صاد يعني من صلاة الفجر 8-7 من زام من يزود وحرج واحد حرج اثنين تف على عيني تف على عيني تف 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 عارف هذا وش هو وش هو الاول طراء على وجهك هذا يدك على طول وانا قل ورني اصبعك الصغير صرته وشوف وشور رميدي هذا ما تشوف شر يا ابو سلو تقسم يدك ثاني مرة الله ذاك ضربك خشمك حطي خالد حط يدك بجنب يده ارنونك مقوس اي طلع طلع من عالم البل هذا شوي مخه معلق اليوم هذا اعتبرها خفنا هذا مزهر والله انت من شو موبره يا رجل من تحت قال بسم الله عليه بسم الله عليه يا رجل سكت الجام هاي وراء هاي والله الجام هنا وقفت هنا احس مسير بشد الجام شد على الساعه هلا انا اقول السالفه انت ليش تقول السالفه؟ انت ليش تقول السالفه؟ والله يا رجل شوف القنفذ لاقين الراحة لاقين الاستكنان ها عقب هالضحك دور الحين الاستكنان انت اقل واحد تحرك اليوم المفروض احنا نمسج هزه اوه ما شفت شيء اي وش هالصوت هو ينسى هي هشوه